السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم في حلقة النهاردة عن إعراب الفعل. عايزين نعرف المعرب والمبني في الأفعال، عايزين نعرف إيه الأفعال المعربة وإيه الأفعال المبنية. لما أجي أستخرج فعل مبني أو فعل معرب، إمتى أحدد إن الفعل ده معرب ولا مبني؟ إزاي أقدر أعرب الفعل ده وأقول مبني على إيه أو معرب بمرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ تعالوا مع بعض نبدأ ونقسم الفعل لماضي مضارع وأمر. هنقول إن الفعل عندنا ثلاث أنواع، الفعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع. طيب إيه المعرب والمبني في الأفعال؟ عندنا الفعل الماضي مبني دائما. الفعل الماضي إيه؟ دائما مبني. يعني لما يجي يقول لي استخرج فعل مبني أجيب له فعل ماضي؟ أي فعل ماضي مبني. طيب خلاص، طب والأمر؟ أي فعل أمر مبني. طيب أنا فهمت كده إن الماضي والأمر دايما مبني، ولما باجي أستخرج الفعل المبني أجيب له أي فعل ماضي أو فعل أمر. تمام؟ تمام. طب الفعل المضارع؟ الفعل المضارع فيه معرب وفيه مبني. هنعرف دلوقتي إمتى الفعل المضارع بيكون معرب وإمتى بيكون مبني. إحنا كده عرفنا إن الفعل ماضي وأمر ومضارع، والفعل الماضي دايما مبني والأمر دايما مبني والمضارع أحيانا بيكون مبني. أنا كده عرفت أستخرجه. طب لما أجي أعربه أقول مبني إيه؟ مبني على ايه؟ او ايه بعربه ازاي الفعل الماضي والفعل الامر؟ تعالوا مع بعض نبدأ بالفعل الماضي. انا النهاردة مش هحفظك قواعد، انا اللي هخليك تستخرج القاعدة وانت اللي هتقول مبني على ايه. في الفعل الماضي هاتلي كده فعل ماضي، نقول مثلا كتب او كتبت او كتب الف الاثنين. هنا في الفعل الماضي انا هقولك على سر بس ما تقولش عليه لحد، شكل اخر حرف في الفعل هتعرف هو الفعل ده مبني على ايه. ازاي يا مستر الكلام ده؟ ايوه، كتب اخر حرف في الفعل الب، شكل الب فتحه. يعني مبني على ايه؟ يعني انا اقول مبني على الفتح؟ ما انا قلت لك هو شكل الحرف الاخير، الحرف الاخير الب عليه فتحه، يبقى خلاص فعل ماضي مبني على الايه؟ يبقى مبني على الفتح. طيب كتبت، الباء اهو باء على ايه؟ فتحه، يبقى مبني على الفتح. كتب، ايوه الباء عليها فتحه يبقى مبني على الفتحه. يبقى انت كده عرفت ان الفعل الماضي لو كان صحيح الاخر زي كتب او اتصلت به تاء التانيث يبقى مبني على الفتح، او اتصلت به الف الاثنين يبقى مبني على الفتح. ناخد فعل ماضي ثاني كده عشان نتاكد. لو قلت لك كتبوا، هنا فعل، ايوه ثانيه يا مستر، اهي كتبوا، فين اخر حرف في الفعل؟ كتب، الباء، الباء عليها ايه؟ لما بنيجي ننطقها هنقول ايه؟ كتبوا، بو، الباء عليها ايه؟ ضمه. يعني انا كده اقول مبني على الضم؟ مبني على الضم. طب ليه مبني على الضم؟ استخرج انت القاعده، هنا الفعل الماضي اتصلت به الايه؟ الواو دي واو الايه؟ واو الجماعه. يبقى احنا عرفنا ان القاعده ان الفعل الماضي اذا اتصلت به واو الجماعه بيكون مبني على الضم. سهله؟ سهله. مثال تاني، كتبت، ايوه ثانيه واحده بقى، فين اخر حرف الفعل؟ كتب، الباء على ايه؟ سكون، كتبت. ماشي، يبقى احنا كده عرفنا خلاص مبني على ايه؟ كتبنا، هنا كتبنا. ايه ده؟ يعني هنا الفعل الماضي مبني على الايه؟ ايوه خلاص، شكل الحرف الاخير كتبتو، كتبنا، يبقى مبني على الايه؟ ايوه انت عرفت خلاص، مبني على السكون. طيب استخرج القاعده، امتى بيكون الفعل الماضي مبني على السكون؟ اذا اتصلت به، في كتبتو اتصلت به الايه؟ تاء الفاعل. طب كتبنا؟ ناء الفاعلين. في هن كتبن، نون النسوه. يبقى انا عرفت ان الفعل الماضي بيكون مبني على السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوه. سهله؟ سهلة. يبقى احنا كده عرفنا خلاص ان الفعل الماضي، الفعل الماضي دايما مبني. لو جه قال لك استخرج فعل مبني على طول بجيب له اي فعل ماضي. لو جه قال لك اعربه عرفنا خلاص اعرابه، بنشكل الحرف الاخير، عرفنا ان الفعل الماضي بيكون مبني على الفتح او الضم او السكون. تعالوا ناخد مع بعض فعل الامر. احنا عرفنا ان فعل الامر دايما مبني، بس مبني على ايه؟ لا مش هنشكل بقى في فعل الامر. الفعل الامر فيه قاعده بتقول الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. تعالى مع بعض هنعرف واحدة واحدة. لما اجي اقول لك اكتب، ده فعل امر، المضارع بتاعه ايه؟ يكتب. طب افهم، المضارع بتاعه ايه؟ يفهم. تعرف الفعل المضارع ده يكتب او يفهم لو جينا لو كان مجزوم يبقى مجزوم علامة جزمه الايه؟ فاكر جزم الفعل المضارع اللي خدناه في سنة ستة ابتدائي؟ الفعل المضارع بيجزم وعلامة جزمه الايه؟ السكون لو كان صحيح الاخر، لو كان اخره حرف صحيح فاكرين ان كان بيجزم علامه جزم السكون. طيب وبيجزم علامه جزمه حذف حرف العله لو كان اخره حرف عله، وبيجزم علامه جزمه حذف النون لو كان فعل من الافعال الخمسه. تمام، احنا دلوقتي عايزين نعرف نجيب من الفعل الامر المضارع بتاعه ونشوف يكون مجزوم بايه. احنا قلنا الفعل الامر ايه؟ اكتب، المضارع بتاعه يكتب. يكتب ده يجزم علامه جزمه الايه؟
اه ده صحيح الاخر، يبقى يجزم علامه جزمه ليه؟ السكون. الفعل المضارع يكتب مجزوم علامه جزمه السكون، يبقى الامر بتاعه اكتب ده مبني على السكون، يبقى الفعل الامر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر، لان هو كان بيجزم بالسكون اذا كان صحيح الاخر. طيب فعل تاني، لو قلت لك اكتبوا او اكتبي او اكتب، ايه ده؟ الفعل المضارع لما كانت بتتصل به جماعه او ياء المخاطبه او الف الاثنين، زي ما اقول يكتبوا تكتبي تكتب، ده كان اسمه فعل من الافعال الايه؟ الافعال الخمسه. ولسه كاتبين تحت اهوت علامه جزم الافعال الخمسه، كانت بتجزم بالايه؟ بحذف النون. برافو. يبقى لما المضارع يجزم وعلامه جزمه حذف النون، يبقى الامر بتاعه مبني على ايه؟ برافو، مبني على حذف النون. يبقى احنا عرفنا ان الامر بيكون مبني على حذف النون اذا اتصلت به الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه. مثال تاني، لما اجي اقول لك اسعى في الخير، اقض بالحق، اتق الله، هنا الفعل ده المضارع بتاعه ايه؟ بتاع اسعى، يسعى. لما كنا بنجزمه ده معتل الاخر، والمعتل الاخر كان بيجزم علامه جزمه الايه؟ حذف حرف العله. يبقى هنا مبني على ايه؟ اهو انت اللي استخرجت القاعده، يبقى هنا الفعل الامر بيكون مبني على حذف حرف العله، مش كان بيجزم بحذف حرف العله؟ يبقى هنا مبني على حذف حرف العله. طب قول لي القاعده، امتى بيبني على حذف حرف العله؟ اذا كان معتل الاخر. يبقى احنا عرفنا كده ان الفعل الامر بيبقى دايما مبني، مبني على السكون لو صحيح الاخر، مبني على حذف النون لو اخره الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه، مبني على حذف حرف العله لو كان معتل الاخر. في حاجه اخيره في فعل الامر، لما اجي اقول لك مثال اقول لك اخلصن في عملك، اجتهدن في مذاكرتك. فعل الامر لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على الايه؟ مبني على الفتح. يبقى فعل الامر مبني على السكون او حذف النون او حذف حرف العله، وبيكون مبني على الفتح لو اتصلت به نون ليه؟ نون التوكيد. اخلصن اجتهدن. يبقى فاضل لنا كده في انواع الفعل، الفعل المضارع عرفنا ان الماضي دايما مبني والامر دايما مبني، فاضل لنا المضارع. المضارع امتى بيكون مبني وامتى بيكون معرب؟ المضارع دايما معرب ما عدا حالتين اتنين بس. المضارع الفعل المضارع دايما معرب ما عدا حالتين اتنين بس. ايوه، يعني لما يجي يقول لك استخرج فعل معرب ادور على ايه؟ على المضارع. فعل مبني يبقى يا الماضي يا الامر، ما لقيتش ماضي او امر هجيب له المضارع اللي اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد. يبقى امتى بيكون الفعل المضارع مبني؟ اذا اتصلت به يا نون النسوة يا نون التوكيد. طيب لو اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على ايه؟ طب لو اتصلت به نون التوكيد بيكون مبني على ايه؟ عندنا الفعل المضارع لو اتصلت به نون النسوة بيكون مبني على السكون. اما اجي اقول هن يخلصن، يبقى الفعل يخلصن ده مبني على ايه؟ اقول له ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. لما اجي اقول لك ينتصرن الحق، اه ده فعل مضارع اتصلت به نون الايه؟ نون التوكيد، بيكون مبني على الايه؟ مبني على الفتح. اقول له فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. يبقى احنا كده عرفنا المبني في الافعال، الفعل الماضي دايما مبني، الفعل الامر دايما مبني، المضارع بيكون مبني لو اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد. فاضل لنا حاجة واحدة بس في الفعل، الفعل المعرب. لو جه قال لك استخرج فعل مبني عرفنا هنجيب له يا ماضي يا امر يا مضارع اتصلت بينه النسوة او نون التوكيد. طب ايه المعرب في الافعال؟ الفعل المضارع هو اللي بيكون معرب وبيكون مرفوع ومنصوب ومجزوم، وهنتكلم عليه في حلقه ثانيه ان شاء الله. بتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشير الفيديو لكل اصحابك عشان يستفادوا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.